خلال استقباله رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة، الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على دعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الإفريقية. مدبولي يتفقد استعدادات شرم الشيخ لاستقبال مؤتمر المناخ، ويؤكد سعي الدولة لتحقيق 30 مليار دولار إيرادات سنوية من السياحة. بوتين يدعو نظيره الفرنسي للضغط على كييف لوقف قصف محطة زابوريجيا النووية. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أهلا بحضراتكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على دعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الإفريقية، وذلك في إطار سيادة الشرعية الدستورية وبما يحقق التوازن بين حقوق وحريات المواطنين ومباشرة السلطات العامة لوظائفها. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر السادس الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر السادس الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، وذلك بحضور المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه المستشار الدكتور محمد النجار والمستشارة الدكتورة فاطمة الرزاز والمستشار الدكتور طارق شبل. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بالسادة رؤساء المحاكم الأفارقة، مؤكداً سيادته حرص مصر على دعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الإفريقية، وذلك في إطار سيادة الشرعية الدستورية وبما يحقق التوازن بين حقوق وحريات المواطنين وبين مباشرة السلطات العامة لوظائفها. اسمحوا لي أرحب بكم جميعاً ضيوف كرام أعزاء على مصر. اسمحوا لي لكم من الاستمرار في انعقاد هذا الاجتماع، وزي ما بقول كده في الدورة السادسة بالقاهرة، يؤكد على وحدة الهدف والمصير المشترك بين شعوبنا التي تنحاز إلى قيم الحق والعدل وتتطلع في يقين راسخ إلى تعميق مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء واحترام الحقوق والحريات. وكمان اسمحوا لي أكد معاكم أن محاور اجتماعكم بتدور حول المواطنة وحقوق اللاجئين والمهاجرين وحماية الهوية الثقافية وحقوق الشعوب الإفريقية في مواردها الطبيعية المشتركة، وأيضا التنمية الاقتصادية من منظور اجتماعي، إنما هي سول مثلى لتحقيق مفهوم تنمية الشعوب الإفريقية، وأنني على ثقة من استمرار مسيرة نجاح هذا الاجتماع على نحو تؤكده نتائج أعمال اجتماعاتكم الخمسة السابقة. وشدد السيد الرئيس على أهمية الوعي الشعبي لتعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية بغرض تمكين الدول من التصدي بفاعلية للتحديات التي تهدد كيانها وأخطرها الفكر المتطرف والتمييز بين المواطنين على أساس ديني أو عرقي أو طائفي، فضلاً عن صون أمنها واستقرارها. من جانبه أكد المستشار بولس فهمي أن رعاية السيد الرئيس للمؤتمر تعد شرفاً كبيراً، مثمناً حرص سيادته على ترسيخ وتعزيز الوعي بأهمية استقلال القضاء وتعزيز الدور الذي تطلع به المحاكم الدستورية في حماية مقدرات الدول وإرساء دعائم الديمقراطية ودفع التنمية، لا سيما في ظل نجاحها في إسراء المفاهيم القانونية والدستورية في المجتمع المصري. أضاف المتحدث الرسمي أن السادة المشاركين أعربوا عن تشرفهم بلقاء السيد الرئيس، مثمنين الدور الحيوي للمؤتمر في تعزيز التعاون القضائي بين المحاكم الدستورية الإفريقية، والذي تحول إلى تقليد سنوي هام على مستوى القارة، يعكس التوجه الثابت لمصر تجاه إفريقيا
كنقطة ارتكاز لسياستها. وقد شهد اللقاء حواراً مع السيد الرئيس شمل أهمية الموضوعات المطروحة على الساحة الإفريقية، خاصة فيما يتعلق بدور المحاكم الدستورية والعليا في الحفاظ على سيادة الدول. كما أعرب المشاركون عن تطلعهم للاستفادة من التجربة المصرية التي تعد نموذجاً لاحترام دولة القانون واستقلالية القضاء. أهلا بحضراتكم من جديد. انتهت فعاليات اليوم الثاني للاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية. تناولت جلسة اليوم الثاني الضمانات الدستورية المقررة لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة وتنظيم الدولي لاستغلالها ودور الرقابة الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية للمجتمعات الإفريقية. أكد المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الإعلامي للمؤتمر أن مناقشات واسعة دارت بين رؤساء المحاكم بهدف تفعيل الأفكار التي طرحت خلال الجلسات على الدول الإفريقية. ثم دارت مناقشات واسعة بين السادة رؤساء المحاكم الإفريقية في موضوعي الجلستين بهدف تفعيل الأفكار التي طرحت خلالهما على الدول الإفريقية، وبذلك انتهت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر. من جانبهم أكد المشاركون على أهمية المؤتمر نظرا لما تملكه مصر من خبرات قضائية، معربين عن شكرهم لمصر على استضافة المؤتمر. ينضم إلينا من مقر المؤتمر الزميل محمود جميل، نتابع. أهلا وسهلا بكم وبكل السادة المشاهدين. انتهت فعاليات اليوم الثاني من الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية. هذا الاجتماع الذي يأتي تحت رعاية واهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعني يعقد الاجتماع لمدة 3 أيام. اليوم هو اليوم الثاني الذي انتهى بعدد من الجلسات التي كانت تجمع بين أساتذة القانون وأساتذة الثقافة، فكان هناك جلسة انتهت ظهر اليوم والتي كانت تحت عنوان الضمانات الدستورية المقررة لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة والتنظيم الدولي. هذه الجلسة التي تحدث فيها قامات قضائية كبيرة بالإضافة إلى رؤساء المحاكم الدستورية الذين تواجدوا خلال هذه الجلسة. والجلسة الثانية التي كانت تتحدث عن دور الرقابة الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية للمجتمعات الإفريقية، كانت هناك يعني أيضا كانت هذه الجلسة غنية بالموضوعات الثقافية والحديث عن الهوية الثقافية. لكن ما يميز هذا اليوم وهو ما نقلناه من خلال ردود أفعال المشاركين من رؤساء المحاكم الدستورية هو اللقاء الذي تم بين رؤساء المحاكم الدستورية والوفود المشاركة بفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح هذا اليوم، يعني عبروا عن سعادتهم بهذا اللقاء وثمنوا مجهود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في التواصل ودعم الأشقاء الأفارقة، خاصة في هذا الاجتماع الذي يحقق التواصل القضائي الدستوري بين المشاركين. وأكدوا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يسعى للالتقاء والتواصل بين الأشقاء الأفارقة في مختلف المجالات، وأكدوا على أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الاجتماع يعني يجعله يكتسب أهمية كبيرة بين الرؤساء المشاركين. وأيضا أكدوا على يعني عمق العلاقات ما بين مصر والدول الإفريقية المشاركة، وأكدوا أيضا على يعني لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتح لهم الآفاق في كل المجالات، خاصة أن مصر رائدة في شتى المجالات، وبالتالي
بالتأكيد ستستفيد الدول الإفريقية المشاركة من هذا الاجتماع ومن هذه التوصيات. انتهى اليوم الثاني، غدا سيكون هو اليوم الثالث والأخير، وبالتأكيد سيكون هناك يعني الخروج بتوصيات يعني ستكون على مائدة الحوار والتنفيذ لاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية. والآن عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى. ومن جانبهم أكد المشاركون على أهمية المؤتمر نظرا لما تملكه مصر من خبرات قضائية، معربين عن شكرهم لمصر على استضافة المؤتمر. المؤتمر مهم للغاية ومهم جدا نظرا لما تمتلكه مصر من خبرات قضائية أدت لحضور هذا العدد الكبير من القضاة لهذا الاجتماع، وهو شيء مفيد لأنه سيجتمع فيه كل الدول لعدة مرات، ودائما مصر رائدة في كل المجالات. وكنت سعيدا بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسعيد بدعمه لنا في هذا الاجتماع، فهو يلبي كل تطلعاتنا وتطلعات الدول الإفريقية شرف عظيم تواجدي في القاهرة في هذا الاجتماع، وهي المرة الأولى ونحن كدول نواجه تحديات كبيرة، وهذا الاجتماع يدفعنا نحو القرار الصائب، وهذا الاجتماع فرصة لاكتساب الخبرات من الدول الأخرى، وهذا يفيد في اتخاذ القرار. أشكر مصر ليس فقط على استضافة هذا المؤتمر، ولكن أيضا على الرؤية الموسعة للمؤتمر والقرار بانعقاده. وأنا رأيت الكثير من التغيرات التي حدثت في مصر في الآونة الأخيرة، وأرى أن مصر واحدة من الأمثلة التي يجب اتخاذها كنموذج يحتذى به، وقد انبهرت بالطرق والمباني التي قمت بزيارتها، وأرى أن اجتماع القادة في هذا المؤتمر شيء مثمر للوصول إلى القرارات الصحيحة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات رئاسية بتطوير شامل لمدينة شرم الشيخ لتكون مدينة خضراء ومستدامة. وخلال مؤتمر صحفي عقده على هامش جولته التفقدية للمدينة، أكد مدبولي أن مطار شرم الشيخ أصبح قادرا على استقبال 10 ملايين سائح طوال العام. بدأنا الزيارة بتفقد التطوير الشامل اللي اتعمل في مطار شرم الشيخ، والحقيقة هو تطوير كامل، وفي صالة كاملة جديدة تم إضافتها ورفع كفاءة الصالة الأولانية، بحيث النهاردة أصبح مطار شرم الشيخ قادر على استقبال أكثر من 10 مليون سائح على مدار السنة، وده طبعا رقم كبير جدا نتيجة لإن شاء الله تخطيطنا أن مدينة شرم الشيخ هتستوعب المزيد من أعداد السياح في الفترة القادمة. الحقيقة يمكن اتمنيت على توافر كل الخدمات اللي هتبقى موجودة في المطار منذ لحظة نزول الطائرة حتى خروج السائح من المطار بكل الخدمات اللي موجودة، بدءا يمكن أنا عايز أقول، ويمكن دي كان برضو يعني توجيه من فخامة الرئيس لوزارة النقل، برفع كفاءة الممرات أو الرانوي بتاع المطار، بحيث بقى هيبقى عندنا ممرين يعني يقدروا يشتغلوا في وقت واحد الاتنين مع بعض، وده يبقى زيه زي أي مطار عالمي على أعلى مستوى في أي حتة في العالم. وطبعا مع صالات الانتظار والوصول والاستقبال والسفر، كل ده بيتعمل بطريقة أكثر من رائعة. دخول السياح، الكاونترات اللي بتستقبل تم مضاعفتهم كأرقام، بحيث يبقى عندنا منظومة كاملة يقدر السائح يعني بأسرع وقت ممكن يخرج من المطار بأفضل طرق للاستقبال وتقديم الخدمات. وفيما يتعلق باستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP27، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن عدد الراغبين بالمشاركة في قمة المناخ COP27 هذا العام يساوي تقريبا ضعف أعداد المشاركين في قمة المناخ خلال العامين السابقين، موضحا أن استيعاب كل هذه الأعداد يعتبر تحديا كبيرا، لكن توجيهات الرئيس السيسي واضحة في هذا الشأن، إذ أكد ضرورة توفير أماكن لجميع من يرغب في المشاركة. تفقدنا مع كل السادة الوزراء كل الأعمال اللي بتتم على الأرض هناك، من رفع كفاءة المركز الحالي وإضافة ما تطلق عليها المنطقة الزرقاء اللي هي خاصة بسكرتارية الأمم المتحدة، واللي هتبقى فيها تمثيل كل الدول والمؤسسات الرسمية، ودي يمكن شفنا حجم العمل اللي بيتم على الأرض هناك. وعايز أقول إن يعني الحمد لله، ودي نقطة مهمة جدا، يعني نتيجة طبعا
لسمعة مصر وقدرتها ونجاحها دايما في استضافة الفعاليات الهامة. عدد الراغبين هذا العام في الاشتراك في المؤتمر قمة المناخ في مصر تقريبا ضعف الأعداد اللي كانت في المؤتمرات السابقة في العامين السابقين، وده ادانا طبعا تحدي ان انا مضطر ان انا استوعب كل الأعداد، ودي كانت توجيهات سيادة الرئيس. كل اللي عايز ان هو يشارك في هذا المؤتمر لازم ان احنا نوفر له اماكن وما نعتذرش لحد، وبناء على هذا الكلام ضعفنا المسطحات اللي هتبقى متاحة، ودي طبعا هتبقى مسطحات يا إما دائمة أو مؤقتة ممكن إن احنا نفكها بعد المؤتمر إن شاء الله. قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إنه التقى خلال زيارته لمدينة شرم الشيخ مع كبار المستثمرين السياحيين، مشيرا إلى أنه تم التباحث حول حجم الدعم الذي قدمته الدولة لقطاع السياحة خلال الأزمات السابقة. وأوضح مدبولي أن المستهدف وصول العائد السياحي ل 30 مليار دولار خلال السنوات المقبلة. بالرغم من كل الأزمات بقى عندنا 11 مليون سايح، وده تقريبا بقت الأرقام قبل أزمة كورونا، ولكن احنا طموحنا مضاعفة هذا العدد وفي خلال فترة زمنية بسيطة. فإذا كان النهاردة كانت إيراداتنا بتيجي من السياحة في حدود ال 11-12 مليار دولار سنويا، أنا بتكلم مع السياح النهاردة مع القطاع النهاردة الخاص والمطورين عن إن احنا نحقق مستهدف 30 مليار دولار في خلال السنوات القليلة القادمة. وخلال جولاته بمدينة شرم الشيخ تفقد رئيس مجلس الوزراء مشروع رفع كفاءة بحيرات الأكسدة ومسارات الطيور المهاجرة. وصعد رئيس الوزراء إلى أحد مراصد مشاهدة الطيور المهاجرة مشيدا بهذا الإنجاز الذي تحقق، ومؤكدا أنه يعد إضافة للمشروعات الحيوية التي تشكل مصدر جذب للسائحين وخاصة المهتمين بالسياحة البيئية. أكد وزير الخارجية سامح شكري حرص مصر الدائم على دعم استقرار منطقة القرن الإفريقي باعتبارها جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي. جاء ذلك خلال استقبال شكري لمبعوثة سكرتير عام الأمم المتحدة الخاصة بالقرن الإفريقي هانا تيتيه، حيث هنأ وزير الخارجية المبعوثة الأممية على توليها لمهام منصبها. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية الذي يزور مصر حاليا. تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وكذا القضايا التي تمس المصالح المشتركة في ضوء مجالات التعاون العسكري وسبل دعمها بين الجانبين. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا. تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وكذا القضايا التي تمس المصالح المشتركة في ضوء مجالات التعاون العسكري وسبل دعمها بين الجانبين. وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا حرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون في مختلف المجالات العسكرية والأمنية، فيما أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالدور المحوري التي تقوم به الدولة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن بالمنطقة، مؤكدا على عمق العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. كما التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق أول مايكل كوريلا والوفد المرافق له، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.
شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا للتقاعد في الأول من يوليو 2022. وأقام وزير الدفاع بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يوليو 2022. وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة قدم خلالها الشكر والامتنان للقوات المسلحة لرعايتها المستمرة والدعم المتواصل الذي تقدمه لهم ولأسرهم، مؤكدا أن القوات المسلحة ستظل دائما عنوانا للعطاء والوفاء جيلا بعد جيل. وقام الفريق أول محمد زكي بتقليد القادة المقرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديرا لجهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة. وألقى القائد العام للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة المكرمين الذين أمضوا خدمتهم داخل القوات المسلحة بكل أمانة وإخلاص وتفان في أداء واجبهم، ووهبوا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه في مختلف الأوقات والظروف، مؤكدا على أن ما قدموه من عطاء وتضحيات لرفعة شأن الوطن سيذكرها التاريخ دائما، مشيدا بدورهم في خدمة القوات المسلحة وتماسكها في مواجهة كافة الصعاب وحرصهم الدائم على الوصول بها إلى أعلى مستويات الاستعداد والكفاءة القتالية. وأكد الفريق أول محمد زكي أن رجال القوات المسلحة سيظلوا دائما على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم مهما تعقبت الأجيال بكل شجاعة وشرف، مؤكدا أن الدفاع عن أمن الوطن واجب مقدس ومهمة سامية لا تهاون فيها. كما وجه القائد العام الشكر لأسر القادة المكرمين تقديرا لما تحملوه من مسؤولية اجتماعية كبرى في إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على البذل والعطاء. حضر الاحتفال الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وأسرهم. نظمت الكلية الفنية العسكرية اليوم العلمي لها والذي تضمن إعلان نتيجة مسابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية السادسة للابتكار في الأنظمة غير المأهولة. حضر الفعاليات عدد من قادة القوات المسلحة ولفيف من الشخصيات العامة وقدام أعضاء هيئة التدريس وعدد من عمداء كلية الهندسة والمراكز البحثية. نظمت الكلية الفنية العسكرية اليوم العلمي لها والذي تضمن إعلان نتيجة مسابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية السادسة جائزة الفريق إبراهيم سليم للابتكار في الأنظمة غير المأهولة أرضية وبحرية وجوية وأقمار صناعية، والتي نفذت خلال فترة من 3 إلى 8 سبتمبر 2022. وإعلان نتيجة مؤتمر الكلية الفنية العسكرية الدولي السادس للطلبة بمرحلة البكالوريوس الذي عقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2022. بدأت الفعاليات بكلمة اللواء إسماعيل محمد كمال مدير الكلية الفنية العسكرية، رحب خلالها بالعلماء والباحثين المشاركين بالمؤتمر والمسابقات العلمية من مختلف الدول والجهات، معربا عن تطلعه أن تثمر تلك الأنشطة وما تضمنته من مسابقات وابتكارات وبحوث وورش عمل في تحقيق الهدف المطلوب منها. وتم إعلان النتائج وتكريم الفائزين بالمراكز الأولى من طلبة الجامعات المصرية والكلية الفنية العسكرية القائمين بمشروعات تخرج متميزة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على ألقاب علمية. وألقى اللواء مصطفى عبد الوهاب مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للسادة الحضور، مشيرا إلى أن اليوم العلمي فرصة لإبراز النشاط العلمي والبحثي للكلية الفنية ومختلف كليات الهندسة والمؤسسات البحثية،
موضحا أن الكلية الفنية العسكرية تعتبر من الصروح العلمية والبحثية المتميزة في مصر. أعقب ذلك افتتاح المعرض العلمي السنوي والذي عرض من خلاله مشروعات التخرج المتميزة التي لها عائد على خطة البحوث بالقوات المسلحة للكلية الفنية العسكرية وكليات الهندسة بالجامعة المصرية، بالإضافة إلى استعراض النشاط البحثي المتميز لأعضاء هيئة التدريس بالكلية. حضر الفعاليات عدد من قادة القوات المسلحة ولفيف من الشخصيات العامة وعدد من عمداء كلية الهندسة والمراكز البحثية وطلبة الكليات العسكرية والجامعات المصرية. استضافت مصر دورة تدريب المدربين العسكريين للقوة الإفريقية الجاهزة لتدريب كوادر القوات المشاركة في مهام عمليات دعم السلام الإفريقية. تضمنت الدورة التدريبية العديد من المحاضرات والنقاشات عن تدريب المكون العسكري لقوات دعم السلام الإفريقي، فضلا عن مبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة. تستهدف الدورة رفع مستوى عدد من كوادر المدربين من ممثلي كافة الأقاليم الإقليمية على أحدث طرق تدريب عناصر بعثات عمليات دعم السلام الإفريقي. واصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 441 قضية تموينية بمضبوطات بلغت 120 طن. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 67 طنا. وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 50 طن أسمنت. أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 716 قضية، من بينها 83 قضية خبز ناقص الوزن و66 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 488 عنصراً إجرامياً ومصرع خمسة عناصر إجرامية شديدة الخطورة بنطاق 24 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل. وضبط معهم 296 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 92 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 973 قطعة سلاح ناري، أبرزها 131 بندقية و85 بندقية آلية و50 مسدسا و707 فرد محل الصنع، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و120 خزينة، إضافة ل 1532 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع.
وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 487,558 حكما قضائيا، من بينهم 1847 حكم جناية و175,555 حكم حبس و241,825 حكم غرامة و68,331 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 8 تشكيلات عصابية ضمت 24 متهماً قاموا بارتكاب 47 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 87 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة بالإكراه وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 145 متهماً. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1490 قضية إتجار في المواد المخدرة، من بينها قرابة 208.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وأكثر من 442.5 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر، وكمية من مخدر الهيروين وزنت قرابة 37.5 كيلوغرام، وضبط ما يقرب من 6.5 كيلوغرام من مخدر الأيس الشابو، إضافة إلى حوالي 11 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 17,716 قرص مؤثر و 9,304 قرصة رامادول مخدر و 1,100 قرص كيبتاجون. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 26 مليون جنيه. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 11 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان. في ملف الأزمة الأوكرانية، طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سحب الأسلحة الروسية الثقيلة والخفيفة من موقع محطة زابوريجيا النووية. وخلال اتصال هاتفي، طالب ماكرون الرئيس الروسي بضرورة وقف فوري للعمليات الروسية في أوكرانيا، فضلا عن الحرص على استمرار اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية. من جانبه، أكد بوتين على ضرورة الضغط على كييف لوقف قصف محطة زابوريجيا النووية. كما أوضح الكرملين أن بوتين وماكرون أعربا عن استعدادهما لعدم تسييس الوضع بشأن محطة زابوريجيا النووية. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلانسكي أن قواته أصبحت تبعد عن الحدود الروسية بمسافة 50 كيلومترا فقط. وأعلن الجيش الأوكراني أنه استعاد السيطرة على 3000 كيلومتر مربع من الأراضي أثناء هجوم سريع على المناطق التي سيطرت عليها القوات الروسية شرق البلاد. Коридори мають працювати сьогодні. Маріуполь і Волноваха, щоб врятувати людей, жінок особливо, дітей, людей старшого віку. اعلنت الشركه المسؤوله عن تشغيل محطه زابوريجيا النوويه عن توقف العمليات بالكامل في المحطه. واضافت الشركه انها فصلت الوحده السادسه بالمحطه عن شبكه الكهرباء لتبريد الوقود النووي ولسلامه الموقع، وذلك في الوقت الذي طلبت فيه كييف من سكان المناطق حول المحطه الاجلاء من اجل سلامتهم.
أعلن الجيش الأوكراني أن قواته تتحرك لاستعادة السيطرة على بلدات وقرى في محيط مدينة إزيوم الاستراتيجية. وأفاد الجيش الأوكراني أنه استعاد 30 قرية وبلدة على الأقل في منطقة خاركيف شرقا، كما أكد على استعادة مناطق يبلغ مجموع مساحتها نحو 2000 كيلومتر مربع من القوات الروسية في الأيام الأخيرة. قال وزير النقل الفرنسي كليمان بون إنه سيوقع اتفاقية مع رومانيا، وذلك لزيادة صادرات الحبوب الأوكرانية إلى الدول النامية. وأضاف الوزير أن الاتفاقية مع رومانيا ستتيح لأوكرانيا إخراج المزيد من الحبوب نحو أوروبا والدول النامية، لا سيما الدول المطلة على المتوسط التي تحتاج إلى الحبوب من أجل الغذاء، موضحا أن الاتفاق يشمل التصدير عبر النقل البري والبحري والنهري. أكدت هيئة الإحصاء الاتحادية الروسية أن معدل تضخم أسعار المستهلك في روسيا تراجع خلال أغسطس الماضي بنسبة 14.3% سنويا مقابل 15.1% خلال يوليو الماضي. وأشارت هيئة الإحصاء الاتحادية الروسية إلى ارتفاع أسعار السلع في روسيا خلال الشهر الماضي بنسبة 15.68% سنويا. الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على الاقتصاد العالمي وارتفاع في أسعار الطاقة وانخفاض الدخل الحقيقي وارتفاع تكاليف الإنتاج وتشديد الأوضاع المالية في جميع دول العالم وزيادة القيود في سياسات الاقتصاد الكلية. وتشير التقارير العالمية إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية هي سبب تراجع النمو العالمي من 5.7% في عام 2021 إلى 2.9% في عام 2022، واستمرار تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة، وكذلك تباطؤ النمو في الدول المتقدمة من 5.1% إلى 2.6%، وانخفاض النمو في اقتصاديات الأسواق النامية من 6.6% إلى 3.4%. وعلى الرغم من ذلك، أكدت هيئة الإحصاء الاتحادي الروسية تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في روسيا خلال أغسطس الماضي بنسبة 14.3% سنويا. في الوقت نفسه تراجعت أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بنسبة 52% شهريا، كما ارتفعت أسعار السلع في روسيا خلال الشهر الماضي بنسبة 15.68% سنويا، وتراجعت بنسبة 72% شهريا، في حين ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 10.45% سنويا. هذا وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 15.77% سنويا، وتراجعت بنسبة 1.36% شهريا، في حين ارتفعت أسعار المنتجات غير الغذائية خلال الشهر الماضي بنسبة 15.51% سنويا. نشرتنا متواصلة، نتابع فيها. في ذكرى هجمات سبتمبر، بايدن يتعهد بمواصلة مراقبة وتعطيل الأنشطة الإرهابية في أي مكان للدفاع عن الشعب الأمريكي. وصل جثمان الملكة إليزابيث الثانية إلى قصر هوليرود في أدنبرا بعد مغادرته قلعة بالمورال في وقت لاحق اليوم. هذا وسيتم نقل النعش من قصر باكنغهام الأربعاء المقبل إلى مجلس البرلمان حتى نهاية موعد الجنازة في كنيسة ويستمينستر في 19 من سبتمبر الجاري.
أقيمت مراسم في عاصمتي أستراليا ونيوزيلندا لإعلان الملك تشارلز الثالث رسميا ملكا للبلدين، والعاهل البريطاني يرأس 14 دولة أخرى غير المملكة المتحدة، منها أستراليا ونيوزيلندا، لكنها رئاسة شرفية إلى حد كبير. وسط ترقب في كافة أرجاء التاج البريطاني داخل المملكة المتحدة وخارجها لمراسم دفن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، أقيمت مراسم رسمية في عاصمتي أستراليا ونيوزيلندا لإعلان الملك تشارلز الثالث رسميا ملكا لكلا البلدين. في نيوزيلندا شهد البرلمان في ويلنغتون مراسم إعلان تشارلز ملكا خلفا للملكة إليزابيث التي توفيت الخميس الماضي عن عمر ناهز 96 عاما. رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن قالت في كلمة لها بالبرلمان إن المراسم أقيمت للاعتراف بنجل الملكة ملكا لبلادها. الملك تشارلز أظهر باستمرار رعايته العميقة لشعبنا، ويقدر شعبنا هذه العلاقة، وليس لدي أدنى شك في أنها ستزداد عمقا. وفي أستراليا أعلن الحاكم العام ديفيد هيرلي ممثل العاهل البريطاني رسميا الملك تشارلز ملكا للبلاد في مراسم بمبنى البرلمان في كامبيرا، كما تم تنكيس الأعلام الوطنية في أستراليا وتعليق عمل البرلمان. بسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية جاء التاج بمفرده وبحق إلى الأمير تشارلز فيليب آرثر جورج. لذلك نحن الجنرال ديفيد هيرلي والحاكم العام لكومنولث أستراليا يعلن أعضاء المجلس التنفيذي الفيدرالي الآن أن الأمير تشارلز الثالث ملك أستراليا ومالكه وأقاليمه رئيس الكومنولث. العاهل البريطاني يرأس 14 دولة أخرى غير المملكة المتحدة، منها أستراليا ونيوزيلندا، لكنها رئاسة شرفية إلى حد كبير. كانت الملكة إليزابيث الثانية قد بدأت حياتها الملكية قائدة ل 32 دولة تابعة للتاج الملكي، لكن على مدار 70 عاما عزلتها 17 دولة من المنصب ليتبقى 15 دولة من دول الكومنولث. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن هجمات 11 من سبتمبر لم تتمكن أبداً من كسر عزيمة الشعب الأمريكي أو النيل من وحدته. وتعهد بايدن في خطاب ألقاه بمناسبة حلول الذكرى 21 لهجمات 11 من سبتمبر بمواصلة مراقبة وتعطيل الأنشطة الإرهابية في أي مكان للدفاع عن الشعب الأمريكي. هذه التجربة التي مررتم بها كلكم وهذا اليوم الثمن يبدو عظيما، فنحن هنا نتذكر ذلك اليوم القاتم، وسمعنا صفارات الإنذار والقصص، قصص أولئك الذين فقدناهم وقصص البطولة في ذلك اليوم البشع. القصة الأمريكية بحد ذاتها تغيرت في ذلك اليوم، لكن ما تغير حقيقة وما لا يمكن أن يتغير ولن يتغير هو طبيعة هذه الأمة، أنهم يستطيعون أن يلأموا تلك الجراح. وقعت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والتجار بالبشر مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف، وذلك تحت مظلة خطة العمل الوطنية الثالثة لمكافحة الهجرة غير الشرعية. أكدت رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والتجار بالبشر السفيرة نائلة جبر أن اهتمام مصر بملف الهجرة غير الشرعية ليس وليد اليوم ولا يرتبط بظروف طارئة، بل هو اهتمام نابع من الالتزام بمبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
احنا النهارده وقعنا بروتوكول تعاون ما بين اللجنه الوطنيه التنسيقيه وهي لجنه وزاريه حكوميه تابعه لمجلس الوزراء وبين منظمه اليونيسف منظمه الامم المتحده للطفوله، وده شيء مهم لاننا بنحرص ايضا في اطار محاربه الهجره غير الشرعيه وتهريب المهاجرين ان احنا نحمي اطفالنا. عقدت مؤسسة حياة كريمة اجتماعا مع أعضاء هيئة الجايكا اليابانية لتنسيق تطوير 100 مدرسة في قرى حياة كريمة. وأوضحت المؤسسة أنه تمت مناقشة الآليات والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم عن طريق اعتماد خطط زمنية للتطبيق وأخرى لتدريب المعلمين ومتطوعي مؤسسة حياة كريمة، مشيرة إلى أنه يجرى فحص المرحلة الأولى من المدارس المقترحة لتطويرها للبدء في أقرب وقت. يواصل فريق مؤسسة حياة كريمة متابعة آخر عمليات تنفيذ مشروعات المؤسسة في قرية الأبطال بمركز قنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية. وتم إنهاء أعمال التشطيبات بمجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية، كما تم الانتهاء من أعمال رفع كفاءة مركز الشباب والملعب القانوني، بالإضافة لتنفيذ كوبري ترعة الهدى الشمالي والجنوبي في قطاع الطرق، وكذلك الانتهاء من إنشاء نقطتي إسعاف ورفع كفاءة نقطة الإسعاف القديمة. والآن مشاهدينا إلى أخبار الاقتصاد في نشرتنا. ورغدة أبو ليلى، إليك رغدة. شكرا لكم دينا فكري ونهى توفيق. إلى أخبار المال والأعمال محلياً وأيضاً عالمياً. أهلاً بكم. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صدور قرار برفع أسعار الدولار الجمركي، مؤكداً أن المنشورات المتداولة لا أساس لها من الصحة، وأنه لا يوجد الآن ما يسمى بالدولار الجمركي حتى تقوم وزارة المالية أو مصلحة الجمارك برفعه أو خفضه. وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أن مصلحة الجمارك تستخدم أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي المصري كل يوم، مناشدة المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية. أكدت وزارة التجارة والصناعة الحرص على تنمية وتطوير كافة التجمعات الصناعية بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالسوقين المحلية والعالمية. أشار وزير التجارة أحمد سمير إلى أن الدولة تستهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة بمدينة روبيكي وتكامل سلاسل القيمة بها، حيث تم إنشاء 100 مصنع بالمدينة. جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الوزير لمدينة الجلود بروبيكي، والتي تضمنت زيارة عدد من المدابخ بالمدينة. إلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدعومة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب. وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق مستوى 711 مليار جنيه وسط تداولات بلغت نحو 2.7 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 10356 نقطة مرتفعا بنسبة 89% ليغلق عند مستوى 10356 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان عند مستوى 2274 نقطة مرتفعا بنسبة 61% ليغلق عند مستوى
2287 نقطة. وفتح أيضا مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان عند مستوى 3256 نقطة ليصعد بنسبة 61% بالمئة ليغلق عند مستوى 3276 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 19.28 مليار جنيها للشراء و 19.38 مليار جنيها للبيع. اليورو وصل إلى 19.35 مليار 19.47 مليار. الجنيه الاسترليني 22.34 مليار 22.47 مليار. الدرهم الإماراتي 25 مليار 25 مليار. أخيرا الريال السعودي 5.13% 5.16%. في أسواق المال الخليجية، ساعدت عودة شهية المخاطر وتعافي أسعار النفط في ارتفاع الأسهم الخليجية الرئيسية بنهاية تعاملات اليوم. فقد أنهى المؤشر الرئيسي بالسعودية التداولات على ارتفاع بنسبة 9.1%. وفي الكويت صعد مؤشر السوق الأول بنسبة 23%، في حين تراجع مؤشر البحرين العام بنسبة هامشية بلغت 1%. في الأردن ارتفع رصيد الدين العام المستحق خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 1.6% إلى 29.16 مليار دينار مقابل 28.7 مليار دينار بنهاية 2021. أظهرت الإحصاءات أن الدين الداخلي للأردن في نهاية النصف الأول بلغ 13.89 مليار دينار، والدين الخارجي بلغ 15.26 مليار دينار. بذلك تصل نسبة الدين العام الأردني إلى 88.4% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. نهاية الأخبار الاقتصادية، عودة من جديد إلى دينا ونهى، إليكم. شكرا جزيلا لك رغدة. نوع جديد من السياحة العلاجية تتميز بندرتها، وتحاول مصر تنميتها وتسليط الضوء عليها. على رأس تلك الأماكن كهوف الملح الاستشفائية في واحة سيوة. كهوف من الملح الاستشفائية ومناظر طبيعية خلابة يأتيها الناس من كل الأفكاك من مختلف الدول الأجنبية والعربية لزيارة أيقونة الشفاء الروحي بسيوة، التي تعتبر أهم مقصد سياحي استشفائي. لعل أهم فوائد كهف الملح هو خروج الطاقة السلبية واستبدالها بطاقة إيجابية، ما يساعد في علاج الأمراض النفسية والعصبية، وكذا أمراض القولون والتهاب الجيوب الأنفية والحساسية والربو وغيرها من الأمراض الصدرية، إذ يعمل اليود على تقوية مناعة الجهاز التنفسي، كما ينشط الغدد الترقية التي تقوم بدورها بضبط كثير من العمليات في الجسم. كما أن كهوف الملح تخفف التوتر والإجهاد عن طريق استنشاق اليود الملحي خلال الجلسة العلاجية، والتي تستمر من 30 إلى 45 دقيقة بالجلسة الواحدة. تم إنشاء تلك الكهوف من الملح الصخري الذي تتميز به واحة سيوة، ويعتبر ثروة معدنية من مناجم باطن الواحة. نهاية نشرتنا إلى عناوينها. خلال استقباله رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة، الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على دعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الإفريقية. مدبولي يتفقد استعدادات شرم الشيخ لاستقبال مؤتمر المناخ، ويؤكد سعي الدولة لتحقيق 30 مليار دولار إيرادات سنوية من السياحة. وبوتين يدعو نظيره الفرنسي للضغط على كييف لوقف قصف محطة زابوريجيا النووية.
وصلنا إلى ختام نشرة السادسة، شكرا لحضراتكم، إلى اللقاء.